البدايات لها قيمة كبيرة، الانطلاقة القوية قد تدفع الفريق لتقديم أفضل ما عنده وتعزز الثقة عند اللاعبين وتجعل الجماهير تقف خلف الفريق وتدعمه. أهمية كبيرة لهذه المباراة والكل يريد أن يظهر بأفضل صورة ممكنة. لا شك أيضا النوب هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن نشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. نؤكد المشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو. ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة، لحسن حظه لم ينجح المهاجم في استغلال الفرصة. عنده حلول كثيرة لهذه الركنية بسبب أفضلية الطول. ليونيل ميسي، فاندربارت، تشتيت الكرة، مهارة غير عادية بالكرة، خطيرة الكرة، تشتيت الكرة بدون تفكير، ميسي يلعب كرة للجانب الأيمن، بينية لا تخترق الدفاع، ربما عليه التفكير في حلول أخرى. إلى أين هذه التمريرة؟ فاندرفارت يتغير الاتجاه نحو اليسار والعرضية، دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر، إمكانية مرتدة الآن، تمريرة بدون عنوان، ميسي يحاول فتح، ينجح في أن يلعب كرة في صنع فرصة رائعة جدا. تمركز واستلام كرة كان رائع جدا، لكن أين إنهاء الفرصة؟ عليك أن تكون حاسما أمام المرمى، ضاعت فرصة كان يمكن استغلالها. دي لورينزو يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه، بوليتانو يجب ان نشيد هنا بالدفاع اللي منع الهجوم رغم الانطلاقه اللي كانت تبدو واعده وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. يلعبها على اليمين، تمريره بدون تركيز، تمريره طويله في اتجاه ممتاز الى فاندرفارت، يلعبها على طرف الملعب، عرضية، شوف راح لوين، والفرصة، دفاع ممتاز هنا ينقذ مرمى من هذه الكرة ويقوم بواجب الدفاع على أكمل وجه في الملعب. أوليفيرا، هالاند، جوان جيسوس، الحكم يعلن نهاية الشوط الأول، تعادل سلبي في شوط المباراة الأول، الأهداف هي لغة كرة القدم بالتأكيد، ننتظر الهدف الأول في هذه المواجهة أنه لا يتأخر كثيرا في شوط المباراة الثاني. الفترة الثانية من المباراة تنطلق الآن، مدريد تقريبا كان يلعب وحده، عديد من الفرص، التسديدات، المحاولات، ولكن بدون أن ينجح، بدون أن يستثمرها بالشكل المطلوب. إذا ما استمر الوضع عليه أخشى أن تعاقبهم كرة القدم بعد ذلك. جابرييل ماغالايس، كافو، هالاند، كرة تلعب على اليمين، يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطعها الدفاع. ميسي، فيشياك فارسخيليا، تدخل بدني من أجل استعادة الكرة من جديد،
الوديب، البينية حلوة الآن، يرسلها داخل 18. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. بالمر تمكن من المرور، يحاول أن يلعب كرة بينية. ميسي يلعب كرة طويلة بقرعة ممتازة، يقطع الكرة. ميسي سلبية هذه الأمسية بدون أن نشاهد أهداف. فرصة الآن مع المرتدة، إيقاع جميل، لعب على الجهة اليسرى، وهذه أخطر كرة في المباراة. كان ممكن الأمور تتعقد أكثر في الهجمة المرتدة لولا التدخل الجريء لاستعادة الكرة مرة أخرى. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. توغلوا فاتنا. هو المتخصص في هذه الكرات، فاندرفارت يلعبها قصيرة. ليونيل ميسي يلعب الكرة إلى وراء. ميسي يستقبل الكرة في وضعية ممتازة. شوف اللقطة، ما هذه الكرة التي لم تكن في الحسبان؟ هدف عكسي يسبب الحرج بالتأكيد. يمكن القول أنها مصادفة، لكن بالتأكيد جعلت الأمور مثيرة جدا. كافو نجح في الاعتراض. نابولي ربما كان بإمكانهم استغلال الفرصة الأخيرة بشكل أفضل، لكن واضح أنهم يحاولون بشتى الطرق تسجيل التعادل. كافو، بالمر، بالمر في موقع التسلل. مدريد بحاجة لأن يستغل هذه الفرصة من أجل حسم الانتصار في الدقائق الأخيرة. الكرة ملعوبة من مسافة، لعبة رائعة الآن. جسبر ليندسترو، وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. تمكن من الفوز بنتيجة هدف مقابل لا شيء، نتيجة توضح لك العمل الكبير اللي قام به الخط الخلفي للفريق الدفاعي اللي كان قوي جدا في مباراة اليوم. رودري اختير رجل المباراة ويستحق هذه الجائزة في رأيي.